السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بأطيب الأحوال والمتمنيات. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا واحد لا جينواز كتجي لذيذة وناجحة 100% البنات. طريقة سهلة، مكونات بساط. قبل ما نبداو نبغي نشكركم كاملين على لي لايك ديالكم، لي كومونتير الخوت اللي خطيكم. بالنسبة للمقادير ديال هاد لا جينواز، غادي نحتاجو عندي هنا 4 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. باش تجينا هاد لاجينواز ناجحة البنات، خص البيض يكون ما يكونش بارد. عندي 200 غرام ديال السميدة و 200 غرام ديال الدقيق و صاشي ديال الخمارات ديال الحلوة و صاشي ديال الفاني. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في هاد لاجينواز، وغادي نبداو على بركة الله. باش غادي نبداو ان شاء الله وتجينا هاد لاجينواز ناجحه، غادي ناخذ با ماري يكون فيه شويه الماء دافي باش البيض يعطي معنا ويتضاعف الحجم ديالو. غادي ندير هنا واحد القبصه ديال المليحه و 200 غرام ديال السنيده، وغنوضع الفاني. كيجي زوين، كتجي النكهه ديال الفاني في هاد لاجينواز كتجي لذيذه. وغادي نخدم بالبابور خلاط الكهربائي البنات باش تطلع معايا، وغادي نبدا على بركة الله. من بعد ما خلطتها مزيان كما كتشوفوا كيضاعف الحجم ديالها، كترجع على هذا الشكل هذا البنات. شفتوا غير 4 البيضات كتعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره، ولكن نحاولوا نخدموها مزيان، نعطيوها شويه الوقت حتى تطلع معنا. غادي نبدا ندخل الدقيق في لاجينواز. عندي هنا 200 غرام كما قلنا وصاشي ديال خماره، ضروري ما نغربلو الدقيق البنات. غادي نقسموه، بالنسبة للدقيق نحاولو نخدموه بحال هكا باش ما تهبطش لينا. تندخلوا الدقيق والخميرة، غادي نكمل الدقيق اللي بقى وندير معاه خميرة. طريقة سهلة وكتجي هاد لاجينواز كتجي زوينة وكتجي ناجحة. وخا تخدموها أول مرة غير تبعوا لافيديو من الأول حتى الأخير. حاول باش ما نهرش داك البيض اللي خدمت. طريقة سهلة غير شوية الخاطر كما كتشوفوا.
من بعد ما خلطتها غادي نصبها. ضروري ما ندهلو المول ديالنا. من بعد ما كملت لا جينواز ديالي غادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران الا عندنا فران ديال الضو نشعلوا عليه 180 درجه غير من التحت لمده 20 دقيقه كتكون واجده. عندنا الفران ديال الضو غادي ديال الغاز غادي نقصوها حتى الحد ديالها وغادي نديروها طيب غير من التحت نشعلوا عليها غير من التحت حتى هي تقريبا مده 20 دقيقه وغادي نرجع باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما خرجت لاجينواز من الفران كما كتشوفوا عاد خرجتها ها هي طابت وجات خفيفه وزوينه البنات كنتسناها حتى تبرد عاد غادي نحيدها. كما كتشوفوا كتجي طريقه سهله وزوينه. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم لاجينواز وتتبعوا هاد الخطوات اللي درنا باش تجيكم ناجحه. شتو خفيفه خفيفه وهشيشه. انا دابا ما غاديش نقرب ليها غادي نخليها حتى تبرد وغادي نحيدها من المول بسهوله. من بعد ما خليت لاجينواز ديالي حتى كتبرد البنات عاد يمكن لكم تحلوها. انا حليتها هنا على جوج خديت الخيط كندير واحد الحله صغيره بالجنب بالموس يكون هكا شويه مقمقم وكندور عليها الخيط صافي وكتحل. درت فيها شويه الكريم شونتيي انا بغيت نديرها بحال الطرطه وكل واحد كيبقى ديك الساعه الاختيار ديالو كيفاش غيديرها. بالنسبه لهاد الطرطه هي اللي صايب دابا راه كتجي اقتصاديه البنات وكتجي ساهله. خديت هنا كريم شونتيي ديال هولالا يعني كان عندي في الدار وغادي نحاول نقاد لها الوجه ديالها كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. ولكن انا كنصحكم البنات الا كان عندكم لا كريم شونتيي طلعوها في الدار احسن من هذا شويه كما كتشوفوا كيديرونجي بزاف. انا هنايا كملت هكا وصايبتها بالموس قديت لها الوجه ديالها مزيان وخديت شويه الديسير واحد كيوي غير حبه وحده البنات ديال الكيوي واحد جوج حبات ديال البرقوق صغيورين واحد نص بنانه حتى البنانه وغادي نقاد غادي نبدا نحط هكا عشوائيين شويه الكيوي هكا طريف ديال البنان طريف ديال البرقوق غادي نحط هكا عشوائي كتجي المنظر ديالها البنات زوين وكيجي الشكل ديالها زوين وحتى البنه كتجي خفيفه كما كتعرفوا لا جينواز مع الديسير كتجي خفيفه البنات بلا هذيك هكا قوه الشوكولاته وقوه هذه يعني كنقدروا عليها ناكلوها وما كتضرناش. وحتى الوليدات راه كتعجبهم كيعجبهم هاد الحويجات بحال هادو علاش لا ما نصايبوهمش في الدار وحتى من اقتصادي وساهل وما فيهاش بزاف ديال العذاب. يعني كنصحكم ديروها هكا لوليداتكم غتجيكم زوينه وسهله ماهله. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نغطي لها وجهها كامل بالديسير وحاولوا تلعبوا على اللوينات. انا في هاد الوقيته هكا دابا ما كيكونش الفريز البنات علاش درت البرقوق ملك الفريز حتى هو راه كيجي زوين كيجي المنظر ديالو زوين وحتى البنه ديالها كتجي زوينه. كيوي قطعته على أربعة كما كتشوفوا خديت هذاك البرقوق قطعته على شكل هلال والبنان خلاص راه درتو هكا كدوائر كتبقى كفكره ويعني كل واحد وكيدير داكشي اللي اللي موجود عنده في الدار. كتجي زوينه اقتصاديه لا جينواز كتجي حتى هي ناجحه البنات كما كتشوفوا. انا هنا استمرت قديت ليها هكا حطيت داكشي غير هكا طريفات في الوجه ديال الطرطه جات لا طارت زوينه كما كتشوفوا ولا جينواز خلاص راه كتجي حتى هي خفيفه من الداخل. درت لها شويه ديال لا كريم شونتيي باش تجي هكا فازقه شويه من الداخل. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم احبامي
ما تنساونيش بلي لايك الخوت لي لايك عافاكم، ما تنساوش لي لايك، وكنتمنى هاد لا فيديو يدخل لقلبكم وتكون الفكرة ديال اليوم وصلاتكم.